فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أصبح كثير من الناس في هذه الأيام يختارون لإمامتهم في المسجد من هو جميل الصوت، ولا ينظرون لمقدار الحفظ والعلم والزهد والورع. يقول: ما التوجيه في ذلك؟ التوجيه في ذلك أن يختار الأفضل قراءة واستقامة وفقها، هذا هو الأفضل مهما أمكن ذلك، يكون مجيدا للقراءة، يكون عارفا بالفقه في الصلاة، يعني فقه الصلاة على الأقل، يكون تقيا لأنه قدوة ومؤتمن، لا بد من هذه الصفات في الإمام. ما يكفي أنه حسن الصوت، ما يكفي هذا، إذا اجتمع مع هذه الصفات حسن الصوت هذا طيب. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.